السلام عليكم. الفقرة اللي معانا دلوقتي حضراتكم بتحبوها جدا، عشان كده بقول لحضراتكم احنا هننزل دلوقتي ارقام التليفونات علشان تلحقوا تكلمونا، لان للاسف زمن الفقرة مش كبير قوي، وهي الفقرة الخاصة بالابراج. وضيفتي اللي معايا دلوقتي الحقيقة مش اول مرة تكون معايا، وعايزة اقول لكم انها كانت معايا من حوالي سنة، وانا كان بقالي فترة طويلة جدا جدا ما اشتغلتش، فقالت لي ان شاء الله هتشتغلي السنه دي، ان شاء الله هيبقى عمل مهم وهتحققي فيه نجاح مهم. فانا طبعا ما صدقتهاش، قلت ايه، انا بقالي 10 سنين قاعده، فسبحان الله، طبعا من فضل الله وبكرم الله ربنا رزقني بامبراطوريه ميم، والحمد لله برضو بفضل الله الدور لقى استحسان. فهي قاعده معايا دلوقتي، قالت لي انا متوقعه لك من غير ما اسالها والله في حاجه حلوه، يعني ان شاء الله ان شاء الله كل الحلو ليكم انتوا كمان. وبسرعه هنحط الارقام، لان معايا خبيره الابراج الاستاذه ايمان خير. يا ايمان اهلا بيكي. حبيبتي انا مبسوطه جدا وانا معاكي. ربنا يسعدك وحياه ربنا. والله انت بتبسطينا وبتبشرينا بالخير. الحمد لله، وبتخلينا كده نتفائل ونبقى مبسوطين. كله بفضل الله ونعمه بالله يا حبيبتي. طيب احنا دلوقتي في حدود الوقت بتاع برج العذراء بالظبط، يا ريت تكلمينا بقى الربع الاخير كده من السنه، ان شاء الله ان شاء الله يعني حظوظه تكون خير باذن الله. وهنفتح التليفونات برضو لاي حد من يعني اصدقاء ومشاهدين ومشاهدات بنت البلد عايز اي حاجه من ايمان، ادينا موجودين. اتفضلي بقى قولي لنا. طبعا شكرا للبشره اللي انت بشرتيها لي. يا رب ان شاء الله تكون من نصيبك باذن الله، ويا رب البشره اللي بشرتيها لي السنه دي برضو، ده انا لسه سبحان الله يعني يعني ادعي لي بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وتبقى مفاجاه حلوه ليكي برضو باذن الله. مفاجاه؟ هتبقى زي مفاجأة السنة اللي فاتت كده برضو. يا رب ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. طيب بص، العذراء الحمد لله هو احنا كان بقاله شهر في حاجة اسمها كوكب الزهرة بتاع الحظ الأصغر كان موجود عنده، فهو الحمد لله مديله حظوظ لغاية آخر السنة، خصوصا في الجزء المالي هيبدأ الأمور المالية عنده تتحرك أكتر، لأن احنا كان عندنا برضو التراجع وطرد فكان مأثر عليه. هتبدأ أموره لغاية آخر السنة هتبقى أفضل. وانا دايما بقول للناس هو في حاجه غريبه جدا، دايما الربع الاخير من السنه بتتحقق فيه حاجات كتيره جدا، مش بس رب. للعذراء بيبقى كان السنه كانت نايمه وفجاه صحيت اخر 3 شهور هتخلص، فعايزه تراضي كده تراضي كل الناس. فعلا بقول لهم تبقى السنه قبل ما تقفل بتراضي الكل. العذراء عنده استثمارات ماليه كويسه، بدايه فرص ماليه هيبدا يجني حصدها على 2025 ان شاء الله. فاي حد من برج العذراء عنده هيتعرض عليه شغل، هيتعرض عليه شراكه، هيتعرض عليه اي امور ماليه، ياخد خطوه فيها تمام، ما ياجلهاش، علشان الطاقه هتبقى مساعداه ان تكون نتائجها كويسه. طب لو احداث ما كانتش لطيفه قوي في الثلاث ارباع السنه اللي فاتوا، هل يعني هيتم يعني تحسن الظروف فيها؟ جدا. يعني هتتحل لو في عقد حصلت في الفتره اللي فاتت خاصه ببرج العذراء، هل نتوقع ان شاء الله ان شاء الله يكون في الثلاث اشهر الاخرانيين كده ان شاء الله تحسن في الامور دي؟ هتبدا الامور، احنا كان عشان عطارد متراجع، عطارد لما بيتراجع بيخلي كل الامور تمشي بالراحه جدا جدا جدا، كانك اتوبيس ماشي لورا. ايوه فمجرد ما بيتحرك لا هيخلي الامور تبدا تمشي، وابتداء من 15/9 هيبدا يلاقي عنده الحاجات بتمشي بشكل اسرع كمان ان شاء يا الله. يا رب يا رب ربنا يبشرك بالخير. معانا زهره. الو. الو، اهلا حضرتك. اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي معاكي الاستاذه. انا بحبكم جدا. الله يكرمك يا حبيبتي، وربنا يحبب فيكي خلقه. ربنا يخليكي يا رب. بقول لحضرتك انا عايزه اسال عن مواليد 86 4/5 4 5 برج الثور سنه 86. طيب اصحاب برج الثور اصلا يعني يوم 29/8 دخل الزهره في برج الميزان، فبيدي حظوظ للثور وللميزان وللقوس، شهر من المال والحب والسعاده. الله الله. يعني لان الزهره اصلا هو الكوكب بتاع الحب والجمال، فهو المكان بيت بتاعه الميزان. ايوه. وبيدعم كمان الثور، فالثور هيبقى عنده ارتباطات، لو في حد في فرص جواز او خطوبه، في الامور الماليه هتبدا تبقى افضل، لو في اي مشاكل هتبدا يبقى فيها حل. الله اكبر، حلو قوي حلو قوي. طب معانا كمان تغريد. مشي التغريد، معلش يا تغريد، حاولي تاني يا حبيبتي تكلمينا.
فبشريات حلوه اهي جدا. اه طب معانا احمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك 2587. 2587 الطور برضه. الطور برضه. تمام. يعني لسه قايلين عن الطور حاجات حلوه قوي. الشغل والصحه. صحة والشغل ان شاء الله. تمام. هو معاهم لغاية 29/9. انا بقول لأي حد من برج الثور يستغل الشهر ده بأقصى قدرته، يعني ما ينامش، لأن الطاقة أوقات بتبقى الكواكب دعمة وأوقات بتبقى عاملنا شوية كعبلة كده، فهي دلوقتي دعمة للثور بشكل قوي. أي حد بيسمعني من برج الثور يتوكل على الله ويجتهد. لو عايز يعمل خطوبة أو ارتباط الشهر ده مناسب جدا، شهر سبتمبر جاي يطبطب على قلبنا. يا رب يا رب. طب معانا نجوى. يا نجوى. أيوه. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بحضرتك، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي تحت أمرك. الحمد لله، نورتونا والله. الله يخليكي. يا رب يخليكي يا حبيبتي. ممكن نعرف عن برج الأسد؟ برج الأسد، حاضر. الربع الأخير في السنة من برج الأسد. الربع الأخير من السنة، الأسد برضو من الأبراج الكواكب داعمة ليهم للربع الأخير من السنة. طاقات السفر مفتوحة ليهم جدا، طاقات العلاقات اللي هتجيلهم، يعني الفلوس هتجيلهم من المعارف الجداد والعلاقات الجديدة اللي هيبدأوا يتعاملوا فيها في الشغل. فبنصح بالذات بتوع برج الأسد لحد نهاية السنة يستقبلوا كل الدعاوي اللي هتجيلهم، مقابلات شغل، أي حاجة، لأن الفرصة داعمة ليهم، ويقبلوا بالذات حاجة السفر. طيب خير خير. فيعني بشريات حلوة هي كمان لبرج الأسد. معنا الأستاذ أحمد من المنوفية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ مش. يا أهلا وسهلا، اتفضل. مسلسل الدنيا بقى والحاجات الجميلة بتاعت. الله يكرمك، تحت أمرك، اتفضل. 30/9/74. كم يا فندم؟ 9/6. 30/9/74. 30/9/74. هو الأول برج الميزان ولا إيه؟ ميزان. برج الميزان. 30/9/74. 30/9 الميزان. برج الميزان. ميزان. أيوه، برج الميزان يا أستاذ. طيب العمل بقى إن شاء الله. إن شاء الله كله خير، هتقول لك إيه العمل. الميزان هم ملوك شهر سبتمبر. ملوك شهر سبتمبر. ملوك شهر سبتمبر. تمام. يعني الشهر اللي فات الميزان يعني طلع عينهم. سبتمبر جاي فعلا يكافئ الميزان بالذات، وهيديله فرص كويسة، وهيعوضوا، لان في ناس من الميزان خسرت في شهر 8 حاجات، بس هي خسرتها علشان تفتح مساحه لحاجه افضل بكتير هتيجي في سبتمبر ان شاء الله. ان شاء الله خير، ربنا يبشرك بخير. معانا صلاح كمان، الاستاذ صلاح. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. صلاح اسماعيل من سوهاج. يا اهلا وسهلا بحضرتك وبكل اهلنا في الصعيد كله. استاذه نجوى، بنعزك وبنحبك. الله استاذه نجوى، الله يرضيك يا حبيبي ويكرمك، وانت والاخت وجميع الاستاذه ايمان. عندك اي سؤال للاستاذه ايمان؟ لو تكرمت، انا 22/8/52. 20/8/52. ماشي يا استاذ. اخر الاسد، برج الاسد. برضو بقول الطاقات الماليه، في طاقات مالية هتبدأ تتفتح لهم كتيرة، في رزق جاي، يعني في رزق وعروض يقبلوها. ماشي. يعني وبلاش ينشفوا دماغهم، يحاولوا ان هم يقبلوا. طب ما تنشفش دماغك يا استاذ صلاح، واي رزق يجي لك اتكل على الله. أيوة. ربنا ييسر لك ان شاء الله. مين يا شيرين؟ شيرين من المنوفية. يا شيرين. قفلت شيرين. معلش، احنا الضغط شديد قوي، فمعلش يا شيرين، حاولي تاني تكلمينا. ما شاء الله بشريات حلوه في اخر السنه، الحمد لله. هو دايما حاجه غريبه جدا، سبحان الله. انا بقول لهم تبقى السنه قبل ما بتمشي اخر 3 شهور دي دايما بتدي كل واحد هديه. طيب 18/4/86. 18/4 كام يا استاذ؟ 76. 18/4 ده حمل. الحمل هو بس محتاج، هو الوحيد اللي عنده بقى شويه تحذيرات ليها علاقه بالصحه، وليها علاقه بالتعاملات، العقود، اي حاجه ليها علاقه بعقود وباوراق محتاج ان هو ياخد باله منها على الاقل في سبتمبر. تمام. بالذات خلي بالك من الاوراق. معانا مين تاني؟ معانا مين يا بنات؟ ميار من طنطا. يا ميار. هاي، اهلا وسهلا، مرحب بيكوا. والله انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي تحت امرك. انا مواليدي 1/7. البرج بتاعك التعليم هيبقى عامل ايه؟ 1/7 سرطان. سرطان. ايوه، برج السرطان. في التعليم؟ ان شاء الله تنجح، ان شاء الله نجتهد كده ونشتغل ونذاكر، وان شاء الله تبقى الدنيا زي الفل باذن الله.
طيب التعليم بقى التعليم إيه؟ بس هو السرطان بس هو المريخ دخل في السرطان. فاي حد من برج السرطان التحذير الوحيد اللي لينا ان هم ما يكسروش اي حاجه قانونيه. يعني مثلا هي بنوته حلوه بتدرس نروح المدرسه ونلتزم على القواعد ما تحاولش تزوغ كده ما تحاولش تعمل كده. القواعد لازم بتوع برج السرطان يلتزموا بيها لغايه اول 11 يعني الحضور والغياب اي حاجه فيها كده او كده ما نزوغ حلوه ونذاكر طبعا وما نطلعش صوت ماما تخليش ماما تقول لنا يلا ذاكري يلا ذاكري احنا من نفسنا نذاكر وان شاء الله تبقي من الاوائل وتبقي معانا هنا وانت الاولى باذن الله ان شاء الله. معانا شيماء من القاهره. يا شيماء ازيك؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا. كنت عايز اسال بالنسبه للاخت يعني هي 8/2/2000 8/2/2000 عايز اسال عن الارتباط وكده. عن الارتباط صغنونه قوي ماشي حاضر. طيب برج الدلو 8/2 الدلو. العفو يا حبيبتي. الدلو العلاقات العاطفيه عنده هتبدا من 10/9 هتبدا عنده هيكون فيها فرص جديده بتظهر لبرج الدلو لكن ملوش دعوه بالناس القديمه. يعني لو جاله حد قديم لا ينسى بقى القديم ينسى الباب للجديد ونركز في الجديد ان شاء الله. الجديد كله خير باذن الله. ايوه وعلى شهر الجاي كده شهر 9 ان شاء الله هيبقى فيه جديد. بالظبط نتكل على الله كده ونسعى ونسعى ونستخير كده ونتكل على الله باذن الله. تعزمينا على الفرح. معانا مروه من الدقهليه. يا مروه ازيك؟ الله يسلمك. اتفضلي. ممكن انا سالت 24/2/87 24/2/87 24 الحوت حظوظهم العاطفيه كويسه جدا لحد اخر السنه. الامور الماليه بتاعتهم هتبقى افضل يعني هتمشي بالتدريج لغايه اخر 9 هتبدا بعد كده تمشي بشكل اسرع. امورهم الصحيه برضو كويسه. الحاجه الوحيده اللي ياخدوا بالها منهم ممكن الاصدقاء ممكن يحصل خداع من الاصدقاء يعني ما يثقوش في كل حاجه تتقال او تتسمع. نحذر يعني يستخير ويعني ويبقى بيأكد من الحاجه اللي هتتقال له. بشكل عام اسرارنا كده تبقى ما نبعترش معلوماتنا واسرارنا وحياتنا كده عند الناس. وربنا يكرم كل الحوت يا رب وكل الابراج بشكل عام يعني ربنا يكرم الجميع يا رب. يعني انت ما حذرتيش تحذيرات تخوف يعني. بصي لان انا مش من نوع انا يعني فلسفتي او مدرستي مش بتحب رانيا التخويف الشديد. تمام. علشان الخوف الجامد انا ممكن احذرك من الحاجه بس بالراحه فركز انا فيها بقى. بالظبط لو خوفت الجامد قوي وهي اساسا قد كده هتكبر هتبقى قد كده. طب معانا رانيا ان شاء الله ما يكونش عندها حاجه وحشه كله حلو. يا رانيا يا رانيا بقى ايه بقى معلش اسفين عشان الضغط الكبير على التليفونات. فبيبقى الافضل دايما انك حتى وانت بتحذري من الحاجه بالراحه فلما انت تاخديها بشويش هتتعاملي معاها بدل ما تسيبيها خالص تمسيب الكلمه النصيحه اللي انا بقولها لك وتترعبي وفي الاخر هتقعي في مشكله اكبر. لا ربنا يستر يا رب يا رب. طب ايه البرج اللي فعلا ده لازم يعني يبقى ايه مستعين طبعا كلنا نستعين بالله طبعا بس لازم يبقى حذر جدا جدا في الربع الاخير؟ الحمل لان الحمل متسرع فهو بتبقى لو غلطات حصلت بتبقى حصلت بسبب الاندفاع بتاعته. ايوه خصوصا ان احنا عندنا المريخ دخل السرطان لغايه اخر 11 اول 11. الابراج الثانيه اللي محتاجه برضو تاخد بالها القوس في التعاملات الورقيه برضو ياخد باله منها. ولو في اي حاجه يعني لازم يستعين بشق قانوني ما يقولش انا عارف الحاجه دي. والجوزاء برضو احنا كده عملنا كل حاجه يعني عملنا كل اللي علينا كل اللي علينا. وبعتذر من قلبي لكل الناس اللي على التليفونات يعني انا بعتذر والله مش عارفه اعمل ايه الدنيا هنجد خالص. وبشكرك يا ايمان. انا بشكرك وربنا يبشرك بكل خير يا رب زي البشره الحلوه اللي قلتها لي والله سبحان الله يعني. واشوفك دايما وانت كده متالقه ومعانا دايما في الخير باذن الله. شكرا في اعمال كتير حلوه باذن الله. الله يكرمك. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت. استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبك. اللهم صل على النبي. في ناس كده في حياتنا الواحد بيحس انه متشعلق فيهم او مطمن بوجودهم او مسنود عليهم او النبي ادعوا لنا والنبي خدونا كده خدوا ايدينا معاكم. مولانا الشيخ محمد رضا يعني انا يعني مش عارفه اقول ايه بس والله دخلته فيها كده نور في اطمئنان كده في
والنبي خلينا كده في حماك يا مولانا. النهارده السبت وده اليوم اللي مولانا بيشرفنا فيه، وببلغه كل التحيات من كل الناس اللي بيأمنوني ومشرفنا ومنورنا مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسه نبض الحياه. شرفتنا يا مولانا وانستنا. الله يبارك فيك. الله يخليك. وادعي لنا والنبي يا مولانا. الله يبارك لك. ادعي لنا والنبي جميعا يا رب العالمين. الله يخليك. حضراتكم معودنا بنبتدي الفقره بالصلاه على سيدنا النبي. احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا. أمين. وعدد كل حرف ألفا ألفا. أمين. وعدد صفوف الملائكة صفا صفا. أمين. وعدد كل صف ألفا ألفا. أمين. وعدد الرمال ذرة ذرة. أمين. وعدد كل ذرة ألف ألف مرة. أمين. عدد من أحاط به علمك وخط به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك. أمين. عدد من أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز الجائز والمستحيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا كلنا متشعلقين في رضا ربنا وفي رحمته. نعم. وحضرتك المرة اللي فاتت قلت لنا إن، وحتى حكت لنا كده يعني موقف لأحد العباد، إن إحنا مش هندخل الجنة بأعمالنا، إحنا هندخلها برحمة الله. نعم. مين الناس اللي هينالوا هذه الرحمة وإزاي اجتهد علشان أنول رحمة ربنا؟ أولا نحن في حمى الله ونحن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرحمة الله سبحانه وتعالى ينالنا كل الخير، لأن رحمة الله كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى حين أنزل رحمة من 100 رحمة، الناس تتراحم بينها وبين بعض بهذه الرحمة التي أنزلها الله، واختبأ لنا في الآخرة 99 رحمة، وبهذه الرحمة يتراحم كل إنسان منا على الآخر. لكن الراحمون يرحمهم الرحمن. أهل الرحمة هم أهل الجنان. أهل الرحمة هم أهل الجنان، وأهل الجنة هم ثلاث: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. دول أهل الجنة. ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما يرحمهم. أما قبل حد قريب يبقى في قلب رحمة بيه، مسلم في قلب رحمة به. أياً كان المخلوق فهو مخلوق لله، فلا بد أن يرحم حتى ولو كان حيوان. لأن دخلت امرأة النار في هرة حبستها، طبعاً عارفين الحديث. عشان أنا ما عنديش وقت أشرح. أيوة. أسرد وغفر الله لرجل سقى كلب. إذن برحمتنا للحيوان يغفر الله سبحانه وتعالى لنا الذنوب. وإذا كان الإنسان عنده قسوة قلب يدخل والعياذ بالله جهنم. إذن نحن جميعا نحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، والتي أصبحت بسيطة بين الناس أو لا يبالي أحد. حضرتك ربنا كرمك، مالكيش دعوة باللي معاكي، مالكيش دعوة باللي ما معهوش. لا، ده لازم الإنسان يكون عنده رحمة بغيره. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية السيدة عائشة وهي تحكي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا: دخلت علي امرأة مسكينة معها ابنتيها، فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت لكل واحدة تمرة، وجاءت بالثالثة لترفعها إلى فيها، فوجدت أن ابنتيها استطعما التمر، فأخرجتها وشقتها نصفين وأعطتها لابنتيها. فراحت السيدة عائشة تحكي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بهذا بما فعلت تدخل به الجنة أو يعصمها الله من النار. تخيلي حضرتك، يعني شوفي، ورحمة بمين؟ بفلذة الكبد، ما بالك بالغريب. يعني ده إذا كان ببنتك أو بابنك، أمال أنت لو بترحم الغريب، الأب
الأم، الأخ، الأخت، الجار، الجارة، حد ماشي في الطريق، حد محتاج لمساعدة، خدت بال حضرتك، حد محتاج لرحمة يترحم، يبقى الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هو اللي عايز رحمة ربنا هينالها ازاي وهو ما عندوش رحمة بخلق الله؟ فلا بد أن نرحم الخلق حتى يرحمنا الله. ويمكن القصة بتاع الأقرع ابن حابس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل سيدنا جد سيدنا الحسن رضي الله عنه، بيقبله فبيقول له إيه؟ إن لي عشرة من الأبناء لم أقبل أحدهم. قال له الراحمون يرحمهم الرحمن. الله ونعم بالله. يعني احنا عايزين يكون في قلوبنا رحمة لبعض. طيب. وفي قلوبنا رحمة لنفسنا. لنفسنا يعني. أنا لما برحم الأول برحم نفسي. باخد الأجر. وانت حضرتك ذكرت في الأول الرواية اللي أنا كنت ذكرتها. أيوة. قبل كده بتاع العابد اللي عبد ربنا 500 سنة. أيوة. وقال له دخلني بعملي. بعملي. قال له لا لا لا. طب خلاص لحد ما جاسوا الأعمال بتاعته. قال له طب برحمتك يا رب. قال نعم العبد أنت فبرحمتي أدخله الجنة. يا رب جميعا يا رب كل اللي بيشوفونا وكل المسلمين بإذن الله في الجنة إن شاء الله. هنشوف دلوقتي بعد إذن حضرتك تقرير، والتقرير ده فيه ناس رحيمة قلبها فيه رحمة على ناس محتاجة وما يعرفهمش. فنشوف التقرير ومحتاجين تعليق حضرتك عليه. نشوف تقرير عن وقف النخيل، الوقف المبارك، ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. وقف النخيل الخيري مشوار بدأته مؤسسة نبض الحياة عشان تحقق بيه التنمية المستدامة بفعل الخير. الصدقة بغرس النخل من جملة أعمال الخير التي تكفر الخطايا وتغفر الذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. مشروع وقف النخيل الخيري بمؤسسة نبض الحياة كانت بداية مهمة للاستثمار الخيري. وفي وقف النخيل مؤسسة نبض الحياة قدرت تنهي مراحل زراعة 1000 فدان بسهل القروين بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. وعشان ثقة المتبرعين وحبهم للخير، مؤسسة نبض الحياة قامت بمراحل جديدة في وقف النخيل الخيري. كل نخلة بيتم زراعتها في وقف النخيل هي باب لأعمال خير كتير هيستفيد منها أهالينا المستحقين، وعائدها هيصرف في أبواب الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. ألو نبض الحياة يا فندم، مع حضرتك اتفضل. مؤسسة نبض الحياة، احنا مستمرين في حملات الخير. قادر أساعد حضرتك ازاي؟ مؤسسة نبض الحياة مستمرين في حملاتنا في وصلات المياه وحفر الأبار وسكوك النخيل وبناء المساجد. وكل متبرع في وقف النخيل زرع نخلة هتكون له صدقة ثوابها تنفعه في الدنيا والآخرة. وعشان مصداقية مؤسسة نبض الحياة، المتبرعين كانوا حريصين على المشاركة في أكثر من مرحلة لزراعة النخيل، وبفضل الله تم زراعة 7 مراحل من مشروع وقف النخيل الخيري. وفي كل مرحلة مؤسسة نبض الحياة اهتمت بأسباب النجاح لمشروع وقف النخيل الخيري عشان نوصل لأفضل النتائج. مشروع وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة باب خير لكل أعمال الخير. مولانا الشيخ أحمد ممدوح ختم بجملة: وقف النخيل هو باب خير لكل أعمال الخير، والخير يتبعه رحمة أو يسبقه رحمة. نعم. فكلمنا حضرتك عن أبواب الخير العظيمة اللي إن شاء الله إن شاء الله خلاص أهو، يعني إحنا لسه حضرتك بتبشرني وتقول لي خير قوي 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 في الحصاد أو الجمع. فده يعقبه بيع، والبيع يعقبه فلوس هتتوزع على مصارف الخير كلها الخاصة بنبض الحياة طبعا. الله سبحانه وتعالى دائما بنياتكم ترزقون. فمن قاموا بفعل أو بعمل وقف لله سبحانه وتعالى وساهموا بإخلاص لله كانت هذه النتيجة. ودائما الفرحة تكون يوم جني الثمار،
وطبعا المرحله الاولانيه دي بتبقى يعني الانتاج الاولي ده بيبقى بسيط لكن يفرح طبعا، يعني يسعد الجميع، بدايه عداد الحسنات بقى الفعلي. ما هو ان شاء الله من يوم ما الانسان بيتبرع العداد بيشتغل. إن شاء الله. لكن انا عايز ابشر كل انسان ربنا انعم عليه بهذه النعمه، يعني كل اوجه الخير زي المشايخ ما قالوا كده، ان بيكون مساهمه في مسجد او مساهمه في وسط ميه او مساهمه في بناء في عمل محطه تنقيه ومعالجه او في ستره، كل اوجه الخير الموجوده. لكن على الرغم من كده دي كل حاجه لها سبحان الله لها اجر وثواب. يعني شفنا احنا بنشوفه في المساجد ايه، وبنشوفه في حفر الابار، ربنا لو الانسان عنده مرض مستعصي ربنا بيشفي الانسان منه بسبب حفر البير، وبنشوف كل اعمال الخير لها كل حاجه لها. لكن اما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمره. ليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا اتقوا النار ولو بشق تمره؟ يعني جزء من البلحه من التمرايه، مش تمرايه كامله حتى، مش تمرايه كامله، هتقي بها النار. ليه؟ ايه ده سيدنا النبي بيعلمنا ازاي نعلم نفسنا ان نبقى قلل القليل ما نستقلهوش الرحمه. لان انا ما حدي الواحد انا ما معيش غير تمره، ايوه حديله حتى لو او لو معايا كتير وبعدين انا بديله نص تمره، خدت بال حضرتك؟ هتعود نفسي على ان اللي يكون محتاج قدامي انا اديله، فدي رحمه. قمه تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه للعباد. وشفنا حتى الست اللي كانت اللي سيدنا النبي قال بهذا العمل تدخل به الجنه، بتدي لاولادها وهي مديالهم التمرتين اللي خدته من السيده عائشه رضي الله عنها، لكن بالرغم من كده وبتدي لهم عشان تشبع رغبتهم ونفسهم. يعني شوفوا مش لا ده عمل هيدخل الجنة، فتخيل ان بشق تمرة، بشق تمرة. طيب من زرع زرعا او غرس غرسا فأكل منه انسان او حيوان او طير كان له به حسنة او كان له به اجر. فتخيل حضرتك بقى كن العمال اللي عندنا اللي هناك اللي شغالين، سواء العمالة الثابتة الموجودة على طول السنة او العمالة الزائدة اللي يوندول في العمل، وكل العمالة دي ما حدش بيدوق التمر. هنيئا لمن زرع نخلة وأكل منها الناس، يبقى سبحان الله ربنا بيدي لهم أجور وبيدي لهم فضل من عنده سبحانه وتعالى، كأنه فضل إطعام مثلا. بالظبط، ما هو فضل إطعام ده من أفضل. يعني يمكن من شهر كده حضرتك يمكن المهندس كان سايب صبايط كده من غير ما يكيسه. ايوه. فليه دول؟ قال انا سايبهم عشان الناس اما العمال اما ينزلوا يزرعوا او يشتغلوا اما واحد يجوع او يحل بقه. فتخيل حضرتك شيء جميل، شيء رائع، يعني سبحان الله. والله يقويهم ويعينهم. دول في صحراء كمان. فيعني يعني اعتقد ثواب برضو انه حد يبقى على جوع او على عطش وهو في صحراء. واحنا ما رحنا مولانا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، المزرعه ممتده وبقت داخله لجوه جدا. فعشان يرجع تاني في اول المزرعه عشان ياكل حاجه لقمه او فلما يتقود ما هو ما بيروحش ماشي، لازم بتنجله الجرارات او لازم فاكره بيروحوا ده المسافه ده بتنجل حاجه، لا ما ياخدوش، يبقى على ما يوصل مش هيشتغل. ايوه لا لازم وسيله نجل. أيوة. عشان والعربيات النص نجل. أيوة. عشان اللي يكون عندهم الطاقة. الطاقة اللي يقدروا يبذلوها في العمل. أيوة. فطبعا الحمد لله احنا عندنا حريصين في كل حاجة، كل حاجة لها الأسس ولها قوانينها ومحافظين على حياة الناس. طبعا وعلى طبعا طبعا، وكل حياة محترمة. يعني هم حتى الحمد لله في ناس بترفض انها تنزل اجازات. يا سبحان الله. فيعني سبحان الله، ربنا يسخر يا رب العباد الطيبين. فهو هنيئا لكل انسان بيفعل الخير، ودي من رحمة ربنا بيه، ده من رحمة ربنا بيه ان خلاه ووفقه ان هو يزرع نخلة تكون صدقة. طيب. جارية ليه؟ انا عايزة برضو مدى الحياة وبعد الممات ان شاء الله، وعايزة اوجه النظر تاني وتالت ورابع، ان باذن الله بعده شهر تقريبا، شهر كده وكم يوم المرحلة الثامنة، ونتقابل بقى كل الناس. ده في ناس من المرحلة الاولى موجودين وان شاء الله مكررين وهيبقوا لحد المرحلة ال 800، ف
فبقول لحضراتكم اي حد ان شاء الله عايز بقى ايه يشوف حلاوه الارض الطيبه اللي مليانه بركه ويلمس بنفسه. شوفوا التقارير بتفرحنا ازاي. لا بقى دي حاجه ومروحك هناك حاجه تانية. فان شاء الله ان شاء الله شهر 10 اللي عايز يتصل حالا على 15740 عشان يكون لي نصيب ويحجز مكان. يقول انا في ناس مثلا تقول لك لا انا عايز اوكل الموالينا هم اللي يزرعوا بالنيابه عني، انا مثلا عندي ظروف، انا عندي شغل، انا مش هقدر اروح. وفي ناس تاني يقول لك لا انا عايز ازرع نخله وعايز ابقى موجود بنفسي. يا اهلا وسهلا، يا مرحب بيكم كلكم، بس عشان الامور التنظيميه يعني، لان الله اكبر كل سنه عدد العربيات بيزيد باعجاز، فعشان يبقى ليك مكان ونعمل حسابك. والعربيات دي محتاجه ترتيبات اداريه عشان نلاقيها ونحجزها وهكذا. ف 15740. يا سلام لو شديت في ايدك بقى واحد صاحبك، قريبتك، بنتك، ابنك، حفيدك، عشان تعلمه من دلوقتي، تقول له رحله مش هينساها، ولا انت هتنساها ولا هم هينسوها. انت شفت الناس اللي معاها عكاكيز ومش نهضه يا فندم، وشفت الحاجه بتاعت اسكندريه اللي كانت قاعده في العربيه مش قادره تنزل، ما هي ما نزلتش راحت أصلاً. ايوه لكن بتقول انا جايه نفسي اشوف الارض ولا بس. انا شفت يا مولانا الام الفاضله اللي كان عندها والعياذ بالله سرطان وجايه تزرع بنفسها. فربنا يعيني جميع مستنيين كلكم. هتشوف دلوقتي تقرير تاني باذن الله برضو، ده بقى ايه يعني كله رحمات من الله، ويعني اعتقد رحمات زياده، لانه تقرير عن المساجد اللي ما شاء الله ما شاء الله مؤسسه نبض الحياه يعني الله اكبر عدد من المساجد تم اعاده بنائه، يعني حاجه تفرح. ولسه في كتير، وان شاء الله يكون لكل واحد قاعد بيشوفنا نصيب في انه يكون ليه ان شاء الله طوبه في بناء مسجد. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. نفذت 14 مسجد في محافظة الفيوم، 7 مساجد في محافظة قنا، 4 مساجد في محافظة البحيرة. مبادرة إعمار المساجد في مؤسسة نبض الحياة دعوة مفتوحة لبناء المسجد الوحيد في المكان اللي محتاج أهله، جامع عشان يصلوا فيه ويؤدوا فيه العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مبادرة إعمار المساجد بمؤسسة نبض الحياة نجحت في بناء 14 مسجد في محافظات الفيوم وقنا والمنيا وأسوان والبحيرة، وكان المسجد 14 من نصيب عزبة عبد الكريم في قرية الحجيرات بمحافظة قنا. مسجد عزبة عبد الكريم كان أمل كبير لأهالي قرية الحجيرات، لأن المسجد الوحيد في المكان. الله أكبر الله. أرض المسجد كانت تبرع من أحد أهالي عزبة عبد الكريم، ولكن ما تمش بناؤه. ومن أول يوم مؤسسة نبض الحياة تولت أمر بناء المسجد، كان العمل مستمر يومياً. وكان الأهالي بيتابعوا يومياً أعمال التشطيب اللي كانت بتتم على أعلى مستوى. وبالمتابعة مؤسسة نبض الحياة نجحت في بناء مسجد عزبة عبد الكريم على أكمل وجه. افتتاح المسجد كان فرحة كبيرة للأهالي اللي حضروا الافتتاح وأدوا أول صلاة جمعة في المسجد. وأصبح مسجد عزبة عبد الكريم بقرية الحجيرات بمحافظة قنا شاهد جديد على نجاح مؤسسة نبض الحياة في مبادرتها لإعمار المساجد. ودلوقتي مؤسسة نبض الحياة بتسابق الزمن عشان تحقق أمل جديد ببناء مسجد النور قرية فدان الفقي مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. بمساهمتك مع مؤسسة نبض الحياة هنبني مسجد فدان الفقي في أسرع وقت. مع مبادرة إعمار المساجد بمؤسسة نبض الحياة هتفوز بالبركة في الدنيا والآخرة. احساس حضرتك ايه وانت شايف العظمه دي؟
والإنجاز اللي بفضل الله وفضل السادة المتقين المحسنين، يعني اللي كان ليهم فضل كبير في أن مؤسسة نبض الحياة تعيد بناء هذا المسجد. وشايف حضرتك في أول شوط اللهم صل على عدد الناس قد إيه، والأطفال بالذات يعني أطفال والشباب الصغيرين مليين المسجد. لا هو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان من الأمور اللي بتسعد الإنسان إن يشوف الفرحة والسعادة في وجوه الناس اللي ما كانش عندهم مسجد وأصبح عندهم مسجد. ف يعني عايز حد يتخيل تعلق القلوب بالمساجد. يعني من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. طيب دول ما كانش عندهم، ايه اللي مفرحهم جو كده؟ هما يعني ما كانش عندهم التجربة. كابتن حضرتك اما تلاقي السعادة والفرحة دي، يعني احنا ايام كورونا ربنا يعني يعافينا جميعا يا رب، كان الناس بيسألوني اللي ما بيصلوش، اللي انا عارف ان هم ما بيروحوش المساجد، المساجد هتفتح امتى يا مولانا؟ المساجد تخيل حضرتك بقى ان الأسئلة دي من ناس ما بتصليش. ففكروني افتتاح المسجد ده والناس دي فرحانة. طب الناس دي ما كانش عندهم مسجد قبل كده، ايه الفرحة اللي عندهم دي؟ فرحة عشان هو بشيء فطري. أيوة. شيء فطري موجود في الإنسان. الإنسان بفطرته اللي هو قبل وهو في عالم الذر، أما ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فعشان كده الشهادة بالوحدانية بالفطرة من قبل الخلق ونحن في عالم الذر بتخلينا نفرح بأي شيء يقربنا من ربنا، سواء بناء مسجد، سواء فعل خير، سواء أي عمل، تلاقي الإنسان كده في عنده سعادة. هو مش عارف هو سعيد ليه، لكن ده موجود جواه لأنه هو بعمل عمل يرضي من آمن به وهو في عالم الضر. وهو مش عارف قبل ما يعطيه السمع والبصر والحياة والأولاد والمال والجاه والسلطان، فرحان لأنه ربنا أعطاه شيء هيقربه منه، وهو ده بالفطرة، هو ما هوش حاسب. يعني مش عامل حساب ان انا تعمل المسجد عشان انا حصل لي فيه ومش عارف، والحسابات بتاعته ديت ان ربنا هيرفعني به الدرجات، ان انا بغذي جسدي بالطعام والشراب، فانا هغذي روحي من بذكر الله والصلاه وبالقرب من الله، كل ده مش في دماغه. هو فرحان. فرحان ليه؟ لان العمل ده تم لوجه الله سبحانه وتعالى، وهيجربه من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ده من افضل الاعمال التي تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، هو بناء بيوت الله. لأنه زي أنا بقول دايما مركز الاتصال بين العباد وبين الله، الله سبحانه وتعالى، والمكان اللي ربنا بيقول لي فيه فاسجد واقترب. الباب قريب فيه من ربنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيه خلوة مع الله. فيه ده بيت ربنا. تخيل حضرتك لما تكوني ريحة عشان تقضي مصلحة من حد مسؤول كبير، لو انت رحتي له المكتب هيبقى هتدخل على مدير المكتب وبعدين تاخدي اذن ولازم السكرتارية والسكرتارية بالظبط. لكن طب لو انت ليك بقى علاقة بيه ان تروح البيت، هيبقى الطلب بشكله ايه والتلبية هيبقى شكلها ايه؟ مولانا انا مش عايزة اخلص الفقرة لان قالوا لي فاضل 20 ثانية من غير الدعاء. ندعو الله تبارك وتعالى لكل السادة المشاهدين والمشاهدات ولكل المتبرعين والمتبرعات ان يبارك الله سبحانه وتعالى لنا جميعا في ديننا وفي اموالنا وفي عافيتنا وفي اسماعنا وفي ابصارنا وفي ابنائنا وفي احفادنا وفي ذرياتنا، وان يجعلنا من سعداء الدنيا والاخره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. باكد على حضراتكم 15740 ده الرقم الساخن مؤسسة نبض الحياة، ده الرقم الساخن بسعر الدقيقة العادية. المساجد والنبي عندنا مساجد كتير، ويا رب يعني رمضان كل سنة طيبين، فضل عليه 6 أشهر، فيا ريت الهمة بسرعة عشان المساجد ده عمل عظيم وده بيت من بيوت ربنا. أرجوكم أرجوكم الهمة في المساجد أرجوكم. بشكر حضرتك يا مولانا، شرفتني وأنستني. للأسف الفقرة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبك.
الفقرة دي فقرة مهمة جدا، وضيفي فيها ضيف مهم جدا جدا، وكل عشاق العربيات والحقيقة أو كل حد عنده عربية، مش عشاق العربية، كل حد عنده عربية الفقرة دي بالنسبة له فقرة هامة جدا جدا، فركزوا معايا لأن ضيوفي الحقيقة أنا ببقى فخورة إن أنا من فضل الله يعني برنامجنا الحقيقة بيستضيف أفضل الناس في كل المجالات. فضيفي يعني ابن فاضل كده من ولادنا المحترمين، عنده جروب على الفيسبوك معدي الأرقام كده بالملايين، فبيشرفني الأستاذ المهندس أحمد حلمي صاحب شركة CGN Company. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بيكي، شرفتني وانستني. الشرف ليا طبعا. الله يخليك. وايه القلبان اللي حضرتك عامله على السوشيال ميديا دي؟ يعني انت ما شاء الله، الله اكبر، يعني ربنا يزيدك محبه من الناس ليك، لانك عامل جروب الحياه مختلف، وانا حاسه ان كلكم بقيتوا اسره واحده. مظبوط. كلمني الاول عن الجروب ده، وعندي بقى اسئله كتير جدا ليك ان شاء الله. بس هو الأول جروب اسمه كارز جروب نيوز إيجيبت. الجروب ده جروب اجتماعي في مجال السيارات لكل أنواع العربيات. الجروب فكرته الأساسية أن الناس تتعرف على بعض فيكونوا صداقات في المجال، فيكون في تعاون ما بين الأشخاص ومساعدة لبعضهم البعض. طب ممكن حضرتك تقول اسم الجروب تاني عشان انا مش مشتركة فيه، انا يعني ما بفهمش خالص العربيات. بس انا حابة بقى اكون موجودة مع العيلة الحلوة دي. فنقول تاني اسم الجروب. كارز جروب نيوز ايجيبت، اختصاره CGN دايما. CGN. اه مظبوط. ماشي. فالجروب الحمد لله منتشر في كل مصر والدول العربية كمان. الحمد لله. احنا عاملين نظام جغرافي، يعني كل منطقة ليها التيم بتاعها. اسوان ليها التيم بتاعها، مطروح، الساحل، اسكندرية، التجمع عندنا. التجمع طبعا. والعظيم انا هدخل بقى في مظبوط. حتى القاهرة متقسمة مناطق، يعني التجمع معمول لهم تيم، مدينة نصر تيم، مصر الجاية تيم، شبرا تيم، حلوان تيم، كل منطقة. طب انا ممكن اشترك بنفرين لان انا من شبرا برضو. برضو متاح طبعا. فبالتالي ده بيخلي الناس تعرف بعضها، فبالتالي بيكون في مساعدة. بمعنى في شخص عطلان في الطريق، فهو مجرد ما بيخش على التيم بتاعه بيقول يا جماعة أنا عطلان على فرد الكاوتش، وصل البطارية بتاع. الناس اوريدي اتكلمت مع بعض وعرفوا بعضهم وتقابلوا مع بعض في ميتنج، فبالتالي بينزلوا بسرعة يساعدوا بعضه. نفس الكلام بنقدر نقدم عروض للجروب طبعا الحمد لله. أنا سمعني في مسابقة كمان. بالضبط، يعني نتكلم عنها برضه. المسابقة احنا عملنا مسابقة على السوشيال ميديا، الغرض منها ان الناس تشارك وتعرف على بعض. فهي المسابقة بسيطة جدا، نزل صورتك مع عربيتك. نزل صورتك مع عربيتك. الحمد لله احنا الريتش بتاع جروب وصل 5 مليون الشهر ده في وقت المسابقة. الله اكبر. ايه الارقام الحلوة دي؟ الحمد لله. انا بقى حابب استغل الحلقة واعلن اسماء الفائزين. ده احنا لينا اسماء الفائزين اهو في المسابقة اللي الباشمهندس احمد حلمي عاملها على الجروب، وسابق للبرنامج هو هيقول لنا دلوقتي الاسامي. بالظبط كده. احنا فاز معانا بالمركز الاول استاذ محمد السيد. استاذ محمد السيد. ده كسب نانو سيراميك بروتكشن العربيه بتاعته من مركز CGN سنتر. طب لا بالراحه كده عشان يفرح الراجل معانا. الاستاذ محمد السيد فاز بنانو سيراميك من مركز CGN سنتر. من مركز CGN. مظبوط. استاذ محمد السيد مبروك. المركز الثاني معانا الأستاذة رشا محمد. أيوة بنات بقى. رشا محمد. ودي كسبت معانا زيت شل 10,000 من مركز صيانة CGN فيكس. يا رشا ألف مبروك يا حلوة. المركز الثالث الأستاذة فاطمة عبد العزيز. ودي كسبت معانا تلميع عربية من مركز CGN سنتر. الاسم الثالث إيه؟ فاطمة عبد العزيز. ده بنتين. ده انا عايز اقول لك الرابع بنت كمان. كمان الله الله الله، البنات مكتسحين. طب تصدق حضرتك انا فاكره الجروب ده يعني المهتمين رجاله بس. لا هو الحمد لله احنا جروب ولاد وبنات. تمام. حتى المسؤولين والادمنز عن الجروب ولاد وبنات. تمام. التيمات كلها محطوط فيها مسؤولين ولاد وبنات. تمام جدا. فاحنا بالتالي عاملين الجروب يكون يعني متنوع. اخوات كله اسره واحده. طيب ثالث واحده احنا قلنا رشا. ثالث واحده. تاني واحدة رشا. تالت واحدة فاطمة عبد العزيز. فاطمة عبد العزيز ألف ألف مبروك يا بطوط. فاطمة يا جميلة. المركز الرابع الأستاذة نسرين وجيه. نسرين وجيه. يا نوسة يا حلوة.
ودي كسبت معانا صيانه وقائيه وزيت من مركز سي جي انفكس. الف الف مبروك لكل الفائزين، وانا فرحانه ان اساميهم اتقالت لاول مره عندنا. حابين نعملها مفاجاه ويكون نتيجه المسابقه مش على السوشيال، تكون هنا في البرنامج ان شاء الله. اشكرك جدا لانك يعني فرحتنا معاك وفرحت الحبايب الحلوين، ويا رب كل الناس يعني ان شاء الله المسابقه الجايه نعمل مسابقات كتير يبقى فيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عايزين نتكلم برضو عن الصيانه. شريهان عايزين نتكلم عن الصيانه، احنا معانا يعني هنعرض. طيب كلمني عن الصيانه برضو في المركز. تمام. عشان هنعرض كمان يعني تقرير كده من واحنا بنتكلم. بص انا بس حابب اشرح للناس الفكره جت ازاي. احنا الجروب بتاعنا عشان وصل لحجم كبير جدا، فبقى في تواصل ما بين الشركات الام الاصليه وبيننا عشان نوصل الخدمات بتاعتهم للاعضاء بطريقه مباشره. تمام. يعني حضرتك الشركات الكبيره اللي هي الشركات الام لما لقيت ما شاء الله ما شاء الله الجروب بهذا النجاح وهذا بالزبط. العدد المهول، فهم حابين يبقى من خلال حضرتك يعني نوصل بطريقه مباشره للاعضاء الخدمات بتاعتهم. حلو جدا حلو جدا. فبالنسبه لمركز الصيانه احنا بالفعل وكيل شيل، يعني احنا شيل. ما هو الناس شايفه يا شيل اهو قدامنا، اهو الناس شايفين، اهو حبايبنا اللي بيتفرجوا معانا شايفين قدامنا احنا. تمام. كل التقرير يعني. فاحنا توكيل شركه شيل عالميه، فبالتالي احنا خلاص بقى من شيل للاعضاء دايركت عن طريق المكان اللي احنا عملناه عشان يكون حلقه الوصل بين جميع الشركات اللي احنا متعاقدين معاها وما بين الاعضاء. حلو جدا. فبالتالي احنا بينا وكيل شيل، وكيل كلورايد، وكيل إيسا شوت، وكيل لمبات ليد امريكي. احنا اصلا مركز صيانه متخصص في كيا وهيونداي. كيا وهيونداي ده الاساس. ده الاساس. طب انا افرض مش كيا وهيونداي ما ينفعش استفيد؟ لا تستفيد طبعا، ما احنا طبعا عندنا كل التوكيلات دي. بالظبط. طيب انا عايزه برضو اعرف طبعا الارقام قدامنا اهي نصور، علشان انتوا عارفين ان في اخر فقرات المهمه دي انا ببتز ضيوفي، فنصور بس ارقام التليفونات عشان نتواصل معاهم. اي حد عنده عربيه محتاج اي صيانه، اي نانو سيراميك، اي حاجه طبعا هياخدها بافضل الاسعار، وده بقى من الوكلاء الاساسيين الشركات الام. فعايز بس اعرف من حضرتك الاماكن بتاعه حضرتك ليك فروع كتير كمان. احنا في فرع البروتكشن في مدينه نصر حي السفارات، مدينه نصر ده جنبينا. طيب. والصيانه برضو في حي السفارات، يعني هما الاثنين جنب بعض. حلو قوي. مفيش فروع تانية؟ لا حاليا لا، احنا عايزين فروع تانية بقى عشان اخواتنا في 6 اكتوبر ما يتضايقوش، اخواتنا في المحافظات ما يتضايقوش. لا اكيد باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. طب احنا كمان عايزه نتكلم عن اقلام الحمايه ولا افلام الحمايه عشان اختك. لا طبعا في العربيات. بصي طبعا الواحد لما بيشتري عربيه جديده بتقابله بعض المشاكل، او عربيه حتى لو قديمه مستعمله بتقابله كتير من المشاكل، منها ان لون العربيه نفسه بيتغير مع الوقت، الشمس، وبتحصل لها حاجه اسمها زي كلح، يعني أيوة. ان البويه بتتحرق. ايوه. المشاكل الثانيه طبعا في مصر احنا للاسف ناس وهي ماشيه بتخربش العربيه. ايوه. حاجات بتقع على العربيه كيميكالز، حتى لما بتبقى سايبه حد مثلا بوابه او حاجه يغسلها، فبيقعد يعمل ممكن تبقى الفوطه فيها رمله فيها بتاع، يعني الاسم المتعارف عليها بنسموها فوطه زفره، فبالتالي دي بتبهدل. احنا اهو بنعرض دلوقتي اهو ده افلام الحمايه اهو، ودي الارقام نصور بالموبايل فرصه عشان انا تفهمين تعرفين اهو ده ارقام التليفونات نصورها بالموبايل عشان مش هنلاقي قلم نقعد نكتب دلوقتي، صورها بالموبايل عشان نستفيد ان شاء الله. تمام. فبالتالي احنا لما بنعمل بروتكشن ايه ده العربيه بتضوي كانها طالعه من التوكيل حالا. بالظبط. ما هو طبعا العربيه يعني احد المميزات ان العربيه مهما كانت حالتها انا بقدر ارجعها لك زيرو تاني. انت كنت فين من زمان؟ يعني والله العظيم انا بجد مهما كان حالتها بنرجعها زيرو، حتى لو مكلحه وبايظه بنعالجها وبترجع زيرو. وبتفضل فابريكا برضو عشان خاطر الناس اللي بتحب العربيه فابريكا عشان البيع، اعاده البيع. افلام الحمايه اللي احنا بنستعملها اكس بالامريكي، دي عمرها بيوصل 12 سنه، فبالتالي دي حاجه ممتازه جدا. بتفضل محافظ على عربيتك طول الفتره دي، مش خايف عليها بقى من خرابيش، مش خايف عليها من وانت ماشي في الطريق الرمل والزلط، اي مواد كيميكالز تحصل لها، عربية احتكت في عربية، كل ده انت عربيتك بتبقى محمية تماما. فبالتالي يعني انا شايف انها اوبشن مميز جدا ان انت تفضل محافظ على عربيتك طول فترة. طبعا انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي. بنلاقي تفاوت كبير قوي في الاسعار، يعني مثلا بنتي مثلا سألت في مكان فقال لها رقم كبير. تمام. بنت اختي مثلا سألت في مكان قالت لها لا عبيطة ده بكذا.
فبكذا وبكذا دي اكيد بتفرق في الماتيريال. بالظبط هي جريدز. يعني انا الحمد لله عندي في مركز الحمايه كل المستويات. يعني احنا عندنا نانو سيراميك ده 3 مستويات 3 سنين و5 سنين و7 سنين. بيجي بعد كده حاجه اسمها جرافين ده 10 سنين. بيجي بعد كده افلام الحمايه بتبتدي 3 سنين 7 سنين 10 سنين 12 سنه. طيب يعني انا لما اتواصل مع الارقام دي بالظبط هيشرح لك هيشرح لي كل الحاجات بالظبط. اواجه بنفسي احسن بصراحه. انا بحب اروح بنفسي ده يا ريت تشرحي ليه علشان برضو افهم على الطبيعه كده الفرق بين ده وبدا واخد وقتي بالزبط. واختار حسب ظروفي برضو امكانياتي. فاحنا بنقدم كل المستويات بنشرح كل مستوى من المستويات دي ايه مميزاته وسعره كام. فبالتالي احنا فكره ان انت بتلاقي فيه فروق في الاسعار ده اكيد طبعا لان احنا اول مستوى يعني في النانو سيراميك 3 سنين ده سعره رخيص. لكن مثلا لو اتكلمنا على افلام الحمايه ال 12 سنه دي سعرها يعتبر غالي. ما هو بس انا برضه انا هستفيد مش بالزبط. هعمل كل 3 سنين هحط حمايه اقوى لان افلام الحمايه غير النانو. النانو ده ماده زي كاني بعمل طبقه ازاز فوق العربيه حاجه خفيفه كده. أيوة. فبتحمي من الخرابيش الخفيفه لكن اساسها انها بتحافظ على العربيه وتغير لونها والمواد الكيميائيه. وبيني وبينك ده مفيد ليا كمان كاستثمار طبعا. يعني ان انا بحافظ على عربيتي اكيد تمنها غير ما تبقى عربيه مكلحه او الشمس واكلاها او متخربشه. او والسوق المصري اصلا في البيع والشراء بيحب حاجه اسمها فابريكا. يعني العربيه تكون فابريكا ما ترشش. طب ليه بقى الحته دي صحيح يقولك لا انا عايز فابريكا مش عايزها تكون مرشوشه عشان يضمن انها ما عملتش حوادث قبل كده. فبالتالي هو مش بيبص انها ممكن اكون رشيت العربيه عشان خاطر النظافه لكن هو بيبص انها كده كانت عامله حادثه. فهو خلاص السوق هو الحق قال كلمته فاحنا ماشيين مع السوق. تمام يعني تمام. انا برضه ما احب اكيد في ناس شبهي كتير مش فاهمين ايه الفرق بين ده وده. هو العربيه الفابريكا بالنسبه للعربيه مش عامله حوادث فبالتالي سعرها فيها. تمام. طيب لو جال حضرتك حد استخدم في اي مكان نوع رديء من انواع اللي هي التغطيه دي او بتاع تمام بتبقى مبوظه العربيه بالزياده. مظبوط. دي بيبقى ليها تكلفه مضاعفه طبعا. ان انت لازم يعني تعمل لازم نعمل ازاله الاول كان محطوط وبعدين بنعمل تلميع للعربيه ونرجعها لحالتها الاصليه وبعدين نبتدي نعمل البروتكشن. عشان كده بقول لحضراتكم مش اي حد. احنا دلوقتي معانا مركز ما شاء الله يعني بشهادة كل الخمسة مليون بني آدم اللي تعاملوا معاه واللي موجودين في الجروب كمان. وإحنا كلنا هندخل الجروب ده إن شاء الله. فنصور بالموبايل أرقام التليفونات لأني حالا أنا حابب بعمل إيه ابتزاز. تمام. معلش أنا جاهز. أنا أشهد يا باشمهندس يعني أنا سمحني. متخيل طبعا وأنا جاهز لليوم. طيب إحنا دلوقتي أنا يعني بما إن حضرتك طيب كده فأنا يعني أنا ما بلاقي ناس يعني طيبين معايا بزود بقى الابتزاز. تمام. عايزين ابتزاز في منطقتين بالظبط. منطقه الصيانه ومنطقه الحمايه فانت اللي تجود بيه. شوف انا طيبه ازاي يعني مش هقول لك اللي انت تجود بيه. لازم تعمل لنا كده ايه هديه لكل مشاهدين ومشاهدات بنت بات وكل الجروب كل المشتركين كمان في الجروب ان شاء الله. وبنبارك تاني للجمال اللي نجحوا في المسابقه اللي الاستاذ احمد كان عاملها وهيوعدنا استاذ احمد هيعمل مسابقه تاني قريب برضه وفيها جوائز. طيب بالنسبه للبروتكشن احنا هنعمل خصم 15%. الله يجازيك كل تصدق وتؤمن بالله اقسم بالله كنت هقول لك 5%. لا 15% 15% 15% خلاص. بس لمده قد ايه برضو عشان الناس تبقى عارفه اللي بيشوفونا صوروا بالموبايل ارقام التليفونات. خصم 15% وده رقم مهم جدا يعني قلت 5 15 15 لمده شهر ان شاء الله من النهارده 15 يبارك لك ربنا. ربنا طب انا كنت هقول لك اسبوع. انا طيبه والناس كريمه استاذ احمد انت في منتهى الكرم. يعني خصم 15% لمدة شهر كامل من النهاردة لحد احنا النهاردة كام؟ احنا النهاردة 31 النهاردة 31 يعني لحد اخر الشهر الجاي اخر شهر 9. طب وارقام الصيانة اهي. طب ده البروتكشن. الصيانة بقى احنا هنقسمهم جزئين 10% على قطع الغيار والزيوت و 25% على المصنعية. 25% على المصنعية و 10% الله يكرمك على الزيوت الله يبارك لك لاخر الشهر صوروا بسرعه فرصه قبل ما يشيلوا الارقام. خصم 10% و25% على المصنعيه بالنسبه للصيانه 15% على البروتكشن. البروتكشن انا بشكر حضرتك شرفتني شكرا ليك ويا رب معانا دايما وبتفرح الناس. واستنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم.
انا بحب برنامجي جدا، اولا لاني بيبقى قاعد قدامي اساتذه افاضل اطباء يعني علماء في مهنتهم وبيشرفونا جوه مصر وبره مصر، والحقيقه كمان ببقى فرحانه تاني ليه، لان انا بستغلهم بقى في الفتره اللي هو الايه الدقيقتين ثلاثه بقعد اشكي الامي واوجاعي للاطباء الافاضل وبيساعدوني، وخاصه لما بيبقى معايا عالم عظيم زي دكتور اللي بيشرفني دلوقتي، والحقيقه عمري ما اتصلت بيه قلت له حضرتك بقالك كتير ما جيتلناش شرفنا، الحقيقه يعني ما بيقولش لا وبيقول انا في خدمه الناس على كل المستويات. فبيشرفني دكتور سامي قنديل استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه والمشرف العام على مركز قصر الشفاء لعلاج الالم. يا اهلا وسهلا يا دكتورنا. ازيك يا استاذه؟ اهلا بحضرتك وبقصر الشفاء. وربنا يجازيكم خير على اللي بتعملوه وعلى كل ردود الافعال اللي بتجيلنا. الحمد لله. يعني في ميزان حسناتكم انتوا طبعا في الاول حضرتك وقصر الشفاء، والحمد لله بنبنا كده من الحب جانب ان الناس بتدعي لنا. الحمد لله رب العالمين. يعني انا قاعده بقى بكلم حضرتك على انا واحده من الناس عملت حادثه وبقالي اكتر من شهر شهر ونص مثلا، وايه وانا من النوع اللي بطنش، رحت الحمد لله بعد الحادثه يكون في كسره او حاجه، لا مفيش كسره خالص. وكان في الم كده بسيط في الاول وقلت ان شاء الله هيروح، فانت عارف كمصريين بطنش يوم اتنين اسبوع اتنين تلاته شهر ونص والالم هو هو، ما بعرفش ارفع ايدي. حضرتك قلت لي في اجراءات بتتعمل، اجراء اول واجراء تاني، لو ما جابوش نتيجه فيبقى الاجراء التالت نعمل بلازما ونعمل حقن ونعمل كده، بس انا خايف انت عارف بخاف. ايوه يا شاكة الابره دي بتخوف الناس، مع العلم ان يعني عارفه ليه الفرق ما بين شاكة الابره تخوف الناس بعض الناس يعني، وان هو ممكن يعمل عمليه وما يخافش، لا قدر الله ربنا يبعد عنه عن الجميع يعني. لان هو عارف ان في العمليات هيدخل هياخد بنج مش هيحس بحاجه، مش هيشوف ولا يعرف ايه اللي بيحصل. مع العلم ان هي يعني موضوع البنج ده طبعًا. يعني موضوع كبير قوي قوي، وانا قبل ما اشتغل استشاري علاج الم اشتغلت تخدير واشتغلت مخ واعصاب واشتغلت عظام كتير، وانا من زمان وحضرتك عارف ان انا مريض ركبه وعارف ان قصه الجراحه دي قصه ليها اهتمامات وتعديلات وترتيبات مش عاديه وفيما بعد يعني. احنا عندنا والاعمار السنيه بتختلف وقدرة القلب على تحمل البنج اكيد. ففكرة ان انا يحمل لي حقنة كده وانا قاعدة صاحية، اجراء سهل وبسيط خالص، موضوع بنج موضعي يعني. يمكن حضرتك بتقولي على كتفك، احنا الحمد لله عملت الاشعة ومطمئنين من بعد الموضوع ده ان مفيش حاجة الحمد لله في عظام الكتف ولا ترقوة ولا العظمة الخلفية، انما وجعك. ايوه وجعك بقى دكتور دي. ما بعرفش ارفع ايدي اجيب حاجه من العراف بتاع المطبخ. يمكن انا بكلم حضرتك دلوقتي كلمه وجعك دي بتاعتنا بقى علاج الالم، هو متخصص في هذه النقطه. طيب ليه بقى وجعك؟ بنعمل فحص وبنعمل، وانا لسه بتكلم مع حضرتك بقول لك نعمل رنين ان شاء الله. ليه؟ لان التشخيص المبدئي بيقول ان عند حضرتك بعد الاصابه وعدم الاهتمام وما عملناش كمادات صح وما عملناش تعليمات صح حصل حاجه اسمها التهاب اوتار الرفع للكتف، وده اجراء مش يخوف ولكن هو مزعج. حضرتك دلوقتي بتقولي ما بعرفش دلوقتي افتح والله الدرج والله يا دكتور لا ما اقدرش عشان اجيب حاجه من فوق بدي حد تعالى افتح لي كذا ليه من الوجع وليس والعياذ بالله في اي حاجه وحشه اللهم احفظنا نتكلم عليه ان دراعنا اللهم احفظنا في شلل والعياذ الحاجات الوحشه دي ان هو بيوجع مش قادر ارفعه عشان بيوجعني. لما بنشخص ونشوف الرنين وبيقول لنا الوتر الفلاني بالطريقه الفلانيه ملتهب بيكتب وبيقول، لان برضو ده القسم الاشعه ده تخصص وفي دكتورات وفي ماجستير وفي اساتذه في الاشعه. لما نلاقي ان احنا عندنا لا قدر الله شويه التهابات بنبدا الخطوات اللي قلت حضرتك عليها. تعليمات، واحنا يعني ما بنلتزمش شويه بالتعليمات. علاج الدوائي، بعض الناس برضو بيقول لك معدتي وكده، معدتي وكلتي والكلام ده بخاف انا برضو. الجزء الثالث ان احنا نعمل علاج طبيعي، وبرضو ده برضو محتاج ان انا اسيب بيتي. انا لسه بقول لك انا هفضل كل يوم بقى انزل اروح مشاوير واركب العربيه. الخطوات دي لو لا قدر الله ما جابتش النتيجه بعد ما نلتزم بيها، علشان انا دايما اقول كده ما ينفعش 1 2 3 4 اجيب 4 قبل 2 او 5 قبل 3، لو لا قدر الله ما جابتش النتيجه بنخش على الخطوه رقم 4 ان احنا بنعمل حقن بالبلازما. الحقن ده بيبقى سهل جدا، وعلشان انت حضرتك هتبقي شايفاني وقاعده بتتكلمي معايا الموضوع صعب عليك او الواحد بيخاف، انما هو اجراء بسيط ببنج موضعي والعين بيقوم يمشي يروح وانا شوف النتيجه. في كويسة. تقارير الحقيقه خاصه بقصر الشفاء وحضرتك بتدي الحقن في الركبه، انا بنبقى شايفين الركبه اهو مثلا الركبه اهي ما تهزتش حتى خالص، يعني لو في الم هعمل كده هتهز بتاع
ده ولا كانه فعلا ولا كان حاجه بتدخل. دي حقيقه يعني. والحمد لله رب العالمين في بعض الناس تيجي تقول لي ها احنا سمعنا ومفيش قلم، اقول لها خلاص انت قاعده بره والناس بتحكي لبعضيها يا استاذه، الناس قاعده في العياده بتقول لبعضيها انت قاعده بره. طب ده ايه برضه يا دكتور معلش؟ احنا دلوقتي بنحضر البلازما اللي هي بتتحقن جوه المفصل. البلازما دي اللي دايما اقول عليها السائل السحر دي، اللي هي بنستخدمها بقى في علاج خشونه الركبتين، مشاكل الاوتار والعضلات المشكله في لا قدره في حاجه ما بين الفقرات في العمود الفقري، ما بين الفقرات العنقيه، ما بين الفقرات القطنيه، الشوكه العظميه بتتعالج النهارده بحقن، الوتر الاكيليس بقى في التهابات او في شويه ديجنريشن او تاكل خفيف بيعيد بناؤه تاني، مشكله لا قدره في مفصل الحوض، ودي خشونه مفصل الحوض بتعالج كويس جدا دلوقتي باستخدام البلازما يعني والحقن. يا دكتور الحقنه اللي احنا شايفينها برده والركبه اهي برده، انا مبهوره ان الراجل يعني ما تهزش. بتنفع مش بس في مفصل الركبه، انت حضرتك بتقولي الحوض. لا ده احنا دايما بنتكلم مفصل الركبه لان احنا عندنا هي ده الشائع. نسبه حدوث خشونه في بين المواطنين بتعدي 30% ومرتبطه جدا بالسن، والحمد لله رب العالمين احنا اعمار امتنا بتعدي 60 و70 فهتلاقي خشون. ودايما اقول لاي ام او اي ست جميله كده بقولها احنا عندنا دلوقتي حاجه و60 سنه او حاجه، مش عم بقى عندنا احفاد وبقى عندنا اولاد. ايوه الحمد لله. ده جم ازاي؟ جم بالسن. ما كنت عندك 25 سنة ما كانتكيش خشونة وما كانش عندك أحفاد. لما ربنا أداك نعمة الأولاد والأحفاد وشفتيهم قدامك بقى فيه شوية خشونة، فهي عرض. أنا دايما أقول كده الخشونة مش مرض ولكنها عرض. ودايما بنقول إن هي مرتبطة بالسن، مرتبطة بشوية حاجات تانيين. طيب أنا كنت بكلم حضرتك عن الخوف وفكرة إن الراجل ما شاء الله قاعد ركبته ما تهزش يعني مش حاسس بحاجة. مش أنا بس اللي بخاف يعني، إذا كان العظيم الأستاذ الكبير استاذ هاني شاكر كان شرطه اول ما جه لحضرتك قال لك لو سمحت انا مش عايزه اتالم، انا بخاف من الحقن. فهنشوف دلوقتي بقى رد فعله وهو اللي هيحكي بنفسه زيارته لحضرتك وشكره لحضرتك واصراره انه يسجل الفيديو ده هو شخصيا علشان يقول للناس على الخدمه العظيمه اللي هو خدها، وانه بقى يقدر الحمد لله يعني يتخلص من الالام المبرحه اللي كانت عنده. شوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهارده. ربنا يخليك يا دكتور سامي. انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه، لان انت النهارده جاي لي بفضل الله ربنا يخليك حضرتك جاي علشان عايز تقول رساله معينه. ودي حقيقه يعني، انا النهارده الجلسه الاخيره مع حبيبي والهديه اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونه عندي في الركب. النهارده الجلسه الاخيره دكتور سامي، التحسن فوق ال 95%. الحمد لله. الله اكبر. الشفاء من عند ربنا. ربنا يكرمك ويخليك. وده حقك عليا ان انا اقول للناس بجد يعني فعلا الطريقه اللي انت بتعالج بيها دكتور سامي من انجح الطرق اللي انا جربتها مؤخرا وجابت نتيجه واغنتني عن ان انا افكر ان انا اعمل عمليه، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. انا يعني كنت سعيد لحاجه واحده وانا لاحظتها بدون ما حضرتك تتصل وتقول لي، ان انت ما شاء الله وقفت حوالي 3 ساعات او يمكن اكتر في الحفله الاخيره اللي حضرتك عملتها في القلعه. بالظبط. ورحت وجيت واتحركت. ده لو لا قدر الله لو الواحد متوجع كنت هتبدا معتذر عن شيء، كان هيبقى باين عنك انت كنت سعيد جدا. الحمد لله حضرتك كانت كويسه. طلوع السلم كمان الله اكبر دلوقتي والنزول بقى اسهل كتير من الاول. الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحه للاستاذ هاني شاكر الراجل المحترم الفنان الكبير باسم الوطن العربي كله بيفتخر بيه، ان فعلا نحافظ بقى. انت ما شاء الله وزنك كويس، شرب الميه، الحاله النفسيه. انا دايما اقول كده، الواحد لما سعيد ان هو الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء يتم مبسوط. والله يا دكتور سامي ربنا يكرمك. انا بقول للناس اللي شايفانا بجد النقله كبيره قوي. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني انا الحركه كانت بالنسبه لي في وقت من الاوقات لما جيت لك انت شفت الحركه بالنسبه لي مشكله، الوام والوعاد وطلوع السلم والنزول، لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه وربنا يشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب؟ طريقه الحقن وان انا باخد عينه الدم ونحطها البلازما والمساعد الحاجات المزيلاتين والحاجات المساعده ليه، هل هو حاجه مزعجه جدا في الركبه؟ خالص خالص، ولا الم، زيرو الم. وده شرطي كان معاك من الاول، قلت لي وانت وعدتني، قلت لي انا البنج اللي بيتحط يعني يا شكل الحقنه قد يكون بيخض. والله ايوه، لكن الحقيقه والله انا لما اغمض عيني انا ما حاسس ابدا. الف الف شكر ليك يا حبيبي على اهتمامك وذوقك والاستقبال الرائع الجميل اللي من حضرتك ومن كل اللي في العياده. انا الحقيقه ببقى فرحانه لما بشوف الفيديو ده،
اولا الاصرار استاذ هاني شاكر انه يسجله حد، وانا عارفه ان استاذ هاني شاكر حتى ما بيطلعش في برامج يعني حقيقة. فانه يصر ده معناه انه حس براحه كبيره لانه ده فنان وبيقف على المسرح بالساعات. الحمد لله. وبعدين جمله زيرو الم وده كان شرطي على حضرتك، دي برضو حاجه بتطمن الحقيقه. دي على قد ما هي كلمه فيها مسؤوليه كبيره، ولكن بتبقى الحمد لله رب العالمين بدايه المصداقيه. ليه؟ لان الناس بجد بتبقى يعني شايفه حاجه زي كده، وده ما شاء الله عليه يعني، يعني الناس عرفته على مدار السنين، ولما تسمعوا قال كلمه زي كده وتيجي يقولوا لنا عايزين زيرو الم وفعلا ما يحسوش بالوجع والامور تعدي بسيطه، حقيقي بصدق وربنا يعلم هذا الكلام. في ناس بتقول لك وانا حقنت الله، انا بحس بسعاده. الاهم من كده بقى ان لما تيجي حد يقول لك انا قابلت الاستاذ هاني في المكان الفلاني وقال لي روح، قريبته يعني انا معرفت بيه كانت عن طريق اسره، ناس محترمين كده في التجمع يعني علاقه اسريه تعاملوا مع حضرتك والكلام بيجاب بعض زي ما بيقولوا في التليفونات، فهو جاي من خلال كده الحمد لله، هو جاي من خلال برامج ولا من خلال التلفزيون ومن خلال اسره، والناس بتيجي من خلال برضو من بتقابله وتساله تجارب. ايوه طيب انا بس عايز اسال برضو سؤال تاني، قد يكون مريض يحتاج حقنه ومريض تاني ممكن تبقى الحاله متقدمه يحتاج اثنين او ثلاثه او حسب حالته طبعا، حاله اللي بتشخص طبعا. كان في زمان عرض احنا كنا هنعمله شهر واحد بتاع حقنة عليك وحقنة علينا، والكلام ده كانت رمضان اللي قبل رمضان اللي فات، وقلنا هيبقى خلال شهر رمضان، وكرم حضرتك وكرم قصر الشفا مديته العرض لاخر السنة اللي فاتت، وجينا السنة دي ففي اول السنة ببتز انا حضرتك بقول لك هل قصر الشفا هيفضل معانا حقنة عليك وحقنة علينا؟ قلت لي ماشي نستمر كمان ست شهور. طب تاني لا ان شاء الله هنستمر. فانا بسال حضرتك عشان بس اشجع الناس، حضرتك عارف الظروف اليومين دول، فممكن حد يبقى محتاج فيجي مثلا ياخد حقنه ويكسل او مش يكسل يعني اولويات في الحياه، فهل ممكن العرض يبقى مستمر ولا واقف؟ انا برضو مش عايز اضغط على حضرتك لان احنا يعني زي ما بيقولوا اتطمعنا عليه حضرتك كتير. هو الحمد لله وما زال العرض مستمر، ويعني كلمه كان زمان دي بقى تتقال عليها كان زمان فعلا، احنا دخلنا على سنتين، ويمكن احنا كمان في المحافظات اللي كل زملاتي والناس المستشارين اللي معايا والحمد لله رب العالمين هم كلهم افضل مني واحسن مني، دكتور احمد، دكتور يوسف، دكتور احمد عصام، والدكتور محمد، والدكتور خالد، والدكتور محمد شريف، والدكتور دعاء، كل اللي معانا الحمد لله رب العالمين يعني. واحنا بنتكلم حضرتك دلوقتي في زيارات شغاله على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه عشان بس الناس ما تفهمش ان هنا بس في القاهره، لا لو حقنا عليك وحقنا علينا دي ما زالت مستمره، هتبقى على مستوى جمهوريه مصر العربيه في كل المراكز، ما عليك ان غير ان حضرتك بس تتصل بالارقام اللي موجوده دي تقول لهم انا من محافظه كذا اروح فين المكان، فين قصر الشفا اللي قريب مني، هم هيدلوك والارقام اهي صوروها بالموبايل. بل ان في كمان في المحافظات كمان احنا عاملين تخفيضات معينه لناس كمان معينه الحمد يعني ممكن انا اطلع من المحافظه فيطلع كمان فيها تخفيض اعلى من الحقن عليك وحقن علينا. دي حقيقه يعني تخيل حضرتك بقى الحمد لله رب العالمين اللي من اسوان ما بيتكلفش يجي ومشقه السفر بتروح له عنده كل ثلاث اسابيع في زياره للصعيد كلها، كل محافظات الوجه البحري زياره كل اسبوعين وكل اسبوعين وكل اسبوع حسب ترتيبات العيانين. الحمد لله الكل بيرد على كل الناس بيرتب كل حاجه، في ناس بتبقى مثلا مش عارفه ميعاد الجلسه المجاني بتاعتهم بتلاقي ناس بتتصل بيهم بتكلمهم صح. فالحمد لله رب العالمين الامور يعني بص انا والله يا دكتور عارفه كرمكم، كرم حضرتك وكرم قصر الشفا، وانا شخصيا يعني احد الاخوه الافاضل يعني انا ما اعرفوش ولكن هو مهندس يعني فاضل من الاسكندريه، وطلب مني في يوم من الايام من فتره اني اتواصل معاك لان هو كان يعني قدرته الماليه، واشهد ان انتوا تكفلتوا بكامل حاجته، يعني معناها انتوا مش هدفكم الربح قد ما هدفكم راحه المريض، فالله يبارك لك ويكرمك، واذا كان العرض مستمر يبقى كتر الف خير حضرتك والله. الحمد لله مستمر، ودايما انا اقول للمريض المشكله مش في فلوس، المشكله ان فعلا ربنا يقسم الشفاء ونسمع منك دعوه كويسه، ودي شيء مهم يعني يدعو لك والله. الفكره ان الخشونه دايما اقول للمريض مش مرض خطير، الخشونه عرض عن ايام وسنين بس والحمد لله بس. مؤلم بس الحمد لله رب العالمين بقى لها حلول، واحنا الحمد لله رب العالمين بنعالج الخشونه
من الداخل ومن الخارج. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. انا ممكن اقول للمريض تعالى اعمل لك تردد حراري مش تحس بحاجه، مع العلم نسب النجاح وعدم النجاح في التردد الحراري عالميه ومكتوبه وكلام من ده. فانا مش عايز دايما اقول للمريض انا هعمل لك كل حاجه وهتبقى زي الفل، لا انا باخد المريض خطوه خطوه، لان كل نشوف مريض الأسباب. غير الثاني نشوف نعالج مرضى. نعالج الخشونه صح، نشوف حاله المريض كلها نعالج من الداخل، نشوف مشكله الخشونه عامله ازاي، هل عندك اربطه متاكله، هل في اصابه حصلت، السكر عامل ايه، والضغط، تحاليلك. المريض بتاخد باكج على بعضه كله، احنا ما بنعالجش مثلا ندي حقنه ونجري، لا الحمد لله العالمين احنا بناخد معانا استشاري باطنه وامراض كلى في العياده، المريض بيدخل يكشف عنده بدون اي كشف تاني ولا اي حاجه. فالحمد لله العالمين احنا بناخد المريض بنشوف كل تفاصيله ايه، بل الحاله الاجتماعيه بتاعت المريض، الحاله النفسيه. انا في مريض بتقول انا دخلت عنده الدكتور قال لي انت ازاي ماشيه، ازاي ماشيه كده، انت اللي زيك عايز لازم نعمل لك عمليه حالا. لا إله الموضوع ده بيعمل احباط وديبريشن للمرضى طبعاً. مش كويس. الحاله النفسيه للمريض مهمه جدا الله جدا الله يعين يا رب الناس ويشفي كل مريض. هستاذنك بقى لاستاذ من الاساتذه الكبار برضو الحقيقه، استاذ علم المكياج وده يعني عالمي، استاذ محمد عشوب. هو كمان جاء قصر الشفا وحب يسجل وجهه نظره ورؤيته، واستخدمته معاه نوع جديد من انواع الحقن. انا عايزه حضرتك تكلمني عليها بس بعد ما نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور. فعلا هذا الجيلاتين هو سحر، هو سحر، هو سحر، وفعلا الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. مش عايز احسد نفسي ولا تحسدوني، بس الحمد لله رب العالمين ان الدكتور سامي يعني جاب لنا هذا الجيلاتين اللي فعلا بيعيد شبابنا وبيعيد صحتنا. انا كانت يعني عندي خشونه في المفصل، وطبعا عايش على المسكنات، من اول جلسه حسيت بتحسن، اللهم لك الحمد والشكر. فاكر احنا كنا مع بعض من سنه وعملنا جلسه او اثنين بلازمه والدنيا مشيت كويسه جدا، لما ظهرت لنا بقى الماده الجيلاتينيه الجديده واحنا الحمد لله البلازما عملت نتائج كده، قلنا بقى نحطها علشان ايه تستمر معانا سنه ونص سنتين. وانا حسستك بعد ما حنهارت النهارده في ما بين الحقن بالجيلاتين الالماني ده قدر يتصح. والله يا دكتور صح، انا جالس وحاسس ان انا في سن 18 سنه. الله اكبر، الله اكبر، ربنا يحميك. والله يا دكتور ما بتمنى ولا بقول كلام كذب، ربنا يشهد على حلفاني وعلى كلامي. والله ما حسيت بالحقن، انا بالعكس ده لما باخد حقنه الانسولين بتوجعني على يعني الواحد بيفرح بالنتائج دي. والحقيقه استاذنا ويعني اقول ايه، عالم من اعلام فن المكياج السينمائي في مصر الاستاذ محمد عشوب، لما يقرر انه يقول تجربته وفرحته. وبعدين انا شفت له اكتر من من فيديو باكتر من شتا، كان لابس حاجات جاكيت تقيله، ومره اخر مره دي في الصيف، ما هو فده معناه انه استمر شويه. هو خد الكورس يعني، هو بعد الجلسه الثانيه قال لا لازم اكلم واقول، لان انا فعلا حسيت بالفرق. وقعد حوالي 6 شهور او 8 شهور، انا قلت له بقى تعالى كمان بعد انت ما عملت كورس البلازما والدنيا بقت كويسه وحصل البناء ده اللي احنا بنقوله دايما، محتاجين نحط ماده جيلاتينيه. دي الماده اللي احنا شايفينها تمنع بقى الاحتكاك كمان، وهي في ميزه ان هم حولوها من بعد ما كنا بنقول الاول ملين، وبعدين قلنا زيت، والزيت ده كان له درجات من الكثافه، زيت تقيل وزيت ما يتكسرش بسرعه، ممكن تبقى وان شوت كل 3 4 شهور. وصلوا بطريقتهم وبالذكاء الاصطناعي ان هم خلوها تحولت الى جيلي. يعني انت حضرتك متخيل انك بقت جوه الركبه، انا ما بحقنها، بحقنها بابره كبيره وليها بروتوكول في الحقن، حتى كمان ما بتنزلش كده تجري، يعني انت بتلاقيها بتنزل كأن عجينه فبتدخل جوه الركبه، تغلغل بقى تعمل طبقه زي طبقة ستيكي يعني زي الغضروف، طبقه ستيكي. شوف طريقتي هي بتنزل بتلزق جوه، بتعمل طبقه على العضمتين مع الاثار المتاكله من الغضروف من الجناب، فتحس ان انت غلفتي الركبه ولبستيها طاقيه من اول وجديد. فتلاقي العضمتين ما يحكوش في بعضهم، وكمان ليها استمراريه، لان هي ليها خاصيه انها ما تتكسرش، وفيها حاجه زي فكره الزئبقيه كده، ما تتحكش ما بين العضمتين، تعمل انزلاق ما بينهم، فما تبقاش فيه تكسير، فتعيش سنه وسنه ونص وسنتين، بل ان احنا لو حافظنا عليها ما نعوزش نحقنها تاني. يا سبحان الله. فده بامانه ده يعني فضل من الله سبحانه وتعالى على الناس. يعني ده بقى انا دايما اقول كده، لو احنا نجحنا وحافظنا كده كاننا بقى عندنا مفصل من اول وجديد. طب دكتور احنا حقنا عليك وحقنا علينا في الـ في الـ في الـ طب ازاي بقى، ودي بتقعد ممكن سنتين واكتر؟ لا يعني بقى سنتين، هو حضرتك ممكن يبقى العرض خلص. حضرتك وقعت في نفس الخطا اللي في تفكير بعض الناس. هو الفكره في ان انا ما بعالج خشونه، انا عندي تاكل
درجه رابعه من الخشونه. فانا ببني غضروف، انا ببني بالبلازما اربعه من ثلاثة لأربع جلسات مثلا، درجة خشونة ثالثة أو درجة خشونة رابعة، المريض محتاج أربع جلسات. أيوه. فالأربع جلسات البلازما دول أنا بعمله الجلسة الأولى والثانية مجانا، الجلسة الثالثة والرابعة مجانا. ده البلازما. أنا كده كملت كورس البلازما، لازم أدخل بالمادة الجيلاتينية علشان يعني دي أيوه أنا فاكرة البلازما أنا دمجت بين البلازما والمادة الحديثة الألمانية دي الجيلاتينية اللي بتقعد كذا سنة دي. انا ما بنش فاهمة دكتور حضرتك. هي أنا شرحتها لبعض الناس كده، قلت له إحنا دلوقتي الحمد لله رعاين بنينا البيت. عندنا الحيطان وعندنا كل حاجه، عايزين نعمل بقى الحاجه الداخليه بقى الاساس او الديكورات. الماده الجيلاتينيه بتدخل بعد ما الغضروف بنى نفسه عشان بتمنع احتكاكهم تاني في بعضه، عشان الله يبارك عليك علشان ما يحصلش بقى تاني تاكل من اول وجديد وندخل في القصه دي. تمام. فتدينا بقى الاستمراريه كويسه. تدينا استمراريه كويسه جدا جدا. حاجه بتقولي ممكن توصل لثلاث سنين. في بعض الناس، انا في ناس بتيجي تقول لي احنا بقى لي خمس سنين انا عملته. فالكلام بيخلي المريض يبقى عارف هو هيعمل ايه، حافظ على كذا، بلاش نجيب اسباب حدوث الخشونه تاني. دايما اعمل للمريض في كل زياره تحليل معدل الالتهابات، تحليل النقرس، تحليل البول، اشوف سكره، اشوف ضغطه، لازم احافظ على اطار المريض. يعني باكج تحليلات ما يحصلش مني كده زي ما نقول ديفيشن او ينحرف مني ويمشي، خليه على الطريق المستقيم دايما وعلى الخط السليم. ليه؟ لانه طول ما محافظ على شرب الميه مش هيجيله املاح ولا صديد في البول، والاملاح والصديد في البول على عزب الله لو يجوا في الركبه يعملوا مشكله ويضايقونا. عشان كده دايما اقول له اشرب ميه كتير. تلاقينا كاتبينها في التعليمات بتاعتنا في ظهر روشته، شرب الماء بكثره بتساعدنا جدا جدا جدا، انقاص الوزن. ايوه دي برده مشكله كبيره. الحركه المثال مهمه. المثال اللي انا ذكرته لحضرتك، اللي حضرتك تفضلت انت وقصر الشفاء انه تتحملوا يعني تكاليف علاجه، انت قلت لي كان عنده من المشاكل الخطيره وزن، حاجه شيء مرعب كمان الوزن. كان وزنه زيادة فعلا. يعني هو الباشمهندس قلنا له وهو بدأ يلتزم وكل ما ياخد، بصي المريض بقى محتاج حاجتين، عايز امشي من غير ما اتوجع وحرك رجلي. الحركة الركبة مش محتاجة منها غير حاجتين اتنين، ان هي يبقى فيها فرد وتاني وتتحرك وما توجعوش. أيوة. فالحمد لله البلازما بتساعدنا على هذا الاجراء، وبنقول له بقى نستفيد من هذا الاحساس بالتحسن ده، اتحرك في البيت، امشي بعد كل صلاه، امشي في البيت خطوتين ثلاثه، اتحرك في الشقه، مش لازم يعني نخرج في الشارع، انما الحركه دي من الاساسيات استخدام لينا للمريض، لازم المريض يتحرك، والا طب انا حقنت لك وانت قعدت وما مشيتش، طب انت استفدت ايه؟ عشان كده انا دايما اقول لك اول ما تحقن ابدا اتحرك، بس ما تقفش كتير، ما تطلعش وتنزل سلالم كتير. دايما اقول للسيدات كده بلاش الوقفه جنب البوتاجاز بالساعه. الست بتنسى نفسها جنب البوتاجاز ساعه وساعتين. لا، ده بيتنوا ضغط على الغضروف وبيأثر على نمو وترويه الغضروف ووصول الاكسجين ليه ووصول الدم ليه، لان الوقفه كتير بتضغط وبتقلل الدوره الدمويه. احنا معانا تقرير تاني بعد اذنك، انا احب اشوف بعد اذن حضرتك. فضل. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور. انا كنت الاول مش قادره امشي، وكانت رجلي ورمه اصلا، وكان ولا قادره امشي ولا قادره اقعد ولا اي حاجه. من تالي الجلسه الحمد لله حسيت بتحسن، وقمت بمشي وبتحرك والحمد لله، والحقن ما فيش مشكله فيه، ما بنحسش بتعب ولا حاجه. من اول ما جيت وحقن لي رجلي الدكتور سامي عنديل، انا حسيت بتحسن كبير قوي، وبنام مرتاح والحمد لله، وبمشي وبقضي حاجتي والحمد لله. الاول ما كنتش بنام بالليل، كانت تبقى ركبي قفشه كده وما اقدرش افردهم وما اقدرش المهم، وكنت يعني كنت بالليل بقى بحاجه صعبه، كنت بقى ببكي يعني عشان اقوم اروح الحمام، كنت اقعد ابكي واسند كده على الكراسي. يعني انا بقول الحقيقه، يعني مش اللي انا حسيت بيه، من اول حقنه خدتها، وبالذات الحقنه اللي قال عليها دي اللي هي الاولانيه دي، الحمد لله ركبي فكت وبقيت الحمد لله، واتحقنت النهارده الحقنه الثانيه الحمد لله. اي ما ماشي لوحدي كده وحد ساندني، بعدين جايه من بره شو قدامك، يعني ما حدش ماسكني ولا حد ساندني. انصح الناس ان هي تيجي عند الدكتور سامي قنديل، ده انا رحت مصر لاختي قلت لها ده انت قريبه منه في عباس العقاد، روحي. كل جيراني، انا كل جيراني من اول حقنه قلت لهم والله، وكنت تعبانه جدا ما اعرفش امشي، لازم يسندوني، ما بقدرش اتقلب وانا نايمه. جيت حقنت الحمد لله، والحمد لله والشكر لله، رحت العمره اديت المناسك كلها الحمد لله زي الفل والله الحمد لله. دي شهاده الواحد يعني ايه يتحاسب عليها. كنت بعاني من تعب في رجليا، كل ما اروح للدكتور يقول لازم تعملي عمليه تغيير مفصل والكلام ده، طبعا انا ما بحبش الحاجات دي. رحت متصله بيهم، خدت منهم ميعاد، اول حقنه خدتها الحمد لله بقيت يعني نوعا ما
انا كنت الاول ما بقدرش اقوم او اتحرك. تاني حقنه لقيت ان انا اتحسنت وبقيت كويسه، ابتديت اخد في رجلي الثانيه عشان الرجلين الثانيين ايه الرجل الثاني يتواصل مع الرجل الثاني ويشيلوا بعض الاثنين، والحمد لله. وقد هاخد الحقنه الثالثه ما شاء الله انا بمشي وما بسندش على اي حاجه وزي الفل. انا كنت تعبانه ونايمه يعني طريح الفراش، ورحت للدكتور في القاهره وعملت اشعه وعملت تحاليل، دكتور كبير مش دكتور صغير يعني ما فيش داعي لذكر الاسماء، فقال لي لازم تغيير مفصل. فانا في التلفزيون وانا قاعده كده لقيت الدكتور سامي بيتكلم، وكان الاستاذ هاني شاكر معاه وناس تانية الفريق بتاعه. فانا قلت لبنتي خدي الرقم واتصليه، اتصلت وحجزت وربنا اراد. جيت حقنت المره الاولانيه ما شاء الله، انا ما كنتش بقوم من على السرير ولا بعرف انام على جنبي ولا اتحول من جنب لجنب ولا الركبه دي اعرف اتنيها ولا ادخل الحمام الا بعكازين في ايديا كده. من اول حقنه انا مشيت من جايه من المره الثانيه اهو جايه من غير عكاز، وبسم الله ما شاء الله للحرقان اللي في ركبتي من تحت اللي في خنقه رجلي فك الحمد لله بفضل ربنا وفضل الدكتور سامي، ربنا يبارك له يا رب. بعد كلام الناس ده الحقيقه واحد ما يقدرش يتكلم. حقن عليك وحقن علينا ما زال مستمر. بشكر حضرتك جدا جدا دكتورنا، شكرا لوجود حضرتك معانا كل ما محتاجك، الف شكر. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على قناه تن وبنت البلد. سلام عليكم. السياسة الخارجية هذا الملف جبنا فيه جول. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو البطل بتاع الحكاية. علاقتي مع أمريكا، علاقتي مع روسيا، علاقتي مع الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية، علاقتي مع كل الدول على أفضل ما تكون، أترجم العلاقات إلى تعاون مثمر لكل الأطراف.